عايزين نرسم بلاط الحمام اللي موجود عندي هنا دي كده. بلاط الحمام اللي هنا دي ارسمها ازاي؟ اعرف يعني اقول له ستراكشر، اقول له ايه؟ فلور. اقف على البلاطه اللي انا لسه معرفها اللي اسمها فلور واقول له ايه؟ ايه التايب. على طول اقول له ايه؟ دوبليكيت. اس كام الحمام؟ اس كام؟ لا ده سوليد سلاب. اس كام؟ 14 سم. اقول له ايه؟ اوكي. او 12 على حسب الاسبان بتاعها. كنا فرضين هنا كام؟ 12، يبقى نخليها 12. اقول له رينيم تاني مكان 14 خليها كام؟ 12. اقول له اوكي. اقول له من هنا ايه؟ لا ده في الفلات. هو 14 مش فاكر. بس ده كده موديل لسه. عايز تغير اي حاجه بتغيرها عادي خالص. انت بعد ما بتصمم كل اللي عايز تعمله ترجع تغير السيكونس بس. كل حاجه تتغير دايركت. ده مستر ريفي برضه اكتر يعني. اجي هنا اعمل ايه يا باشمهندسين؟ اقول له ادرو ايه؟ ريكتانجولر. ممكن ارسمها ايه؟ على بعضها حته واحده. او اقول له ايه؟ لاين افضل عشان البروزات دي. اقول له من هنا لهنا 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 لهنا. لو كنت عايز ترسمها على بعضها حته واحده كنت هتعمل ايه؟ رسمتها على بعضها. سبان دايركشن اتجاه انهي الحمل؟ في القصير ولا في الطويل؟ لا ده سوليد سلاب. الاتجاه القصير للقمر، تبقى اختار الاتجاه ده. قول له ايه؟ رايت. ماشي يا باشمهندسين؟ ما ينفعش كنت ارسم ده وده مع بعض وانا برسم في مرات واحده. اقول لك ايرور، مش هيرضى يتعامل معاه. هناك في البرامج الثانيه مش هيرضى يتعامل معاه. يعني انا وانا برسم جوه ده رسمت ده معاه مره واحده قلت له موفر وقت، مش هيرضى يتعامل معاه. كده هو كده. بقول لك لازم ترسم كل بلاطه لوحدها. يا ترسم لي دي على بعضها حته واحده، ما ينفعش ترسم بلاطه وبلاطه كمان جنبها. لا، البلاطه على بعضها حته واحده. وصلت؟ اشيل برضه الاسبان دايركشن، امسك البلاطه دي اقول له ايه؟ طبعا لو انت عندك في اول مره هتيجي تختار ده مش هيرضى. ليه؟ في تحت هنا حاجه اسمها سيلكت. مشكله مش ظاهره. معرفش نص الريفت متاكل ليه. في الجنب تحت هنا علامه اسمها سيلكت باي فيس. هتلاقوا ثلاث اختيارات جنب بعض لو انت الشاشه بتاعتك كامله. في حاجه اسمها سيلكت باي فيس، اول ما بتختارها ضغطه واحده على الفيس ده على طول ايه؟ بيختار. اجي اعمل ايه يا جماعه؟ اقول له ايه؟ موديفاي. اقول له ايه؟ ميرور بيك اكسس. واجي من هنا اقول له ايه؟ فين البيك اكسس؟ اه اللي هو ده الاكس ايه؟ التوازن. خلاص. رسمها لي بالشكل قدامنا ده كده. يبقى كده ايه؟ رسمت بلاطات الحمام. طيب بلاطه الحمام دي بقى بيحصل لها في سوليد سلاب؟ بتتهبط. يبقى امسك ده كنترول وامسك ده. حاجه اسمها هايت اوفست. يعني ايه هايت اوفست؟ انت عايز تنزل قد ايه من الارتفاع؟ بالسالب ولا بالموجب؟ بالسالب. كام؟ سالب 10 سم. بكتب سنتيمتر عشان يعرف ان هي 10، عشان لو انا نازل واحد قد ايه؟ اوتوماتيك حولها لك ليه؟ للملي. يبقى سالب 100 ملي. اروح جاي ابص عليها في 3 دي كده من هنا كده، اجيب ال 3 دي الاقي ايه؟ البلاطه كلها نازله بتاع الحمام كام؟ اهي. ادي الكاميرا وادي بلاطه الحمام نازله الصوت اللي هو كام؟ 10 سم. شايف دي عندي برضه هتبانها هنا، شايف البلاطه دي في منسوب ودي في ايه؟ منسوب. يبقى عرفتوا ازاي بنعمل فرق المنسوب ده؟ تعالوا نبص عليها كتحليلي، تعالوا نبص على الجراوند ده تحليلي كده. ايه اللي حصل؟ انت بترسم في الفيزيكال وهو اوتوماتيك بيعمل لك ايه؟ الشكل ايه؟ التحليل بتاعك. حسيت ان البلاطه دي مش واصله لحد الكاميرا دي تعمل ايه؟ ترجع تعمل ترسم البلاطه دي فين؟ لحد فين؟ الوش الخارجي منين؟ الكاميرا. يعني تيجي على الجراوند هنا تقول له ايه؟ خلاص يا سيدي انا عايز اروح على الجراوند تاني، امسك لي ده كده قول له ايه؟ ادي الباوندري. اقول له ايه من هنا؟ اللاين محاذاه ده لحد ده. اقول له ايه؟ ده معلش انا اسف اضغط بره ده معلش دي بلاطه ثانيه. اضطر اعمل ايه؟ امسك البلاطه دي لوحدها برضو اقول له ايه؟ ادي الباوندري. خلاص ماشي اعمل اونلاين محاذاه خط الاناليتيكال لحد ده كده وقول له ايه؟ اوكي ماشي كده. مش بنسمع ايه؟ ليه عملت كده؟ مش برسم ايه؟ من جوه. ما انا بقول لك عايز ترسمها من جوه ماشي، عشان لو عايز اشيل الفراغ اللي كان باين في الاناليتيكال ده اللي هو كان باين هنا ده ماشي، عشان يبقى حد البلاطه يوصل لحد السي جي بتاع على الشمال ده فين؟ على الشمال برضه نفس الكلام. هتعمل ايه؟ محاذاه تخلي البلاطه دي توصل لحد فين ده؟ يعني ارجع تاني اهو الجراوند اقول له امسك البلاطه دي اقول له ايه؟ اديت ايه؟ باوندري. واعمل ايه للكلام ده؟ اقول له اللاين وحذاء ده مع ده اوتوماتيك. بص كده البرنامج بيعدل اوتوماتيك، مفيش اسهل من كده اهو. اوتوماتيك عدل لك الخط. تعالى بص عليها تحليلي اقول له نو
ابص على تحليلي جراوند اهو اوتوماتيك تحليل وصلت ماشي شو نسيب حد عنده اي مشكله شفت التحليل ده عمل ازاي سليم طب انا لو ما وصلش للبلاطه دي الحته دي ممكن يعمل حاجه ممكن يعمل لك مشكله شويه في المنطقه دي ان هو ما يقراش ان الحل واصل ايه للقاعده اخش على الفيزابيلتي عند الجرافيك بعد ما ظبطت ده نفترض انا مش عايز اشوف مين مش عايز اشوف مين البلاطات بس هنا مش عايز يعدل ليه مش عايز يعدل الشكل بتاعها ليه ليه مش هتصير عشان واخده فيو تمبلت اسمه ايه اناليتيكال ايه عشان اعدل لازم ادخل جوه الاناليتيكال بلان ده نفسه واروح فين جوه ايه الاناليتيكال اقول له اديت وساعتها اعرف ايه اعدل ما ينفعش على طول دايركت كده اخش من هنا اقول له اناليتيكال مين فلورز شيل ده اوكي اوكي خلاص يا سيدي شال لك التحليل بتاع البلاطات وريح عايز ارجعه تاني اخش من هنا اقول له لا يا سيدي تعالى على الاناليتيكال ظل التحليل بتاعك لا ظل التحليل بتاع فلورس اقول له ايه اوكي اقول له اوكي وصلت في مشكله حد عنده اي مشكله ممكن نعدلها نعدل ايه الجنب ده برضو اه ماشي نعدله مش مشكله